عشية اللقاء الرئاسي تشخص الأنظار إلى قصر بعبدة لترسيخ التهدئة بعد العواصف السياسية، ففي الشكل يعد اللقاء محطة لغسل القلوب بعد مطبات سجالية ناجمة عن أزمة مرسوم ضباط 94 وصولا إلى أزمة التيار أمل. وفي المضمون سيتناول اللقاء التهديدات الإسرائيلية والأجواء السائدة وما نتج عنها من مواقف رسمية وشعبية. ولكي يكون اللقاء مجديا وفق المصادر، وجب البحث في المرسوم وفي التباين بين بر وباسيل. وتجزم مصادر الجديد أن اللقاء سيكون ثلاثيا بإصرار من الرئيس ميشيل عون، وسيتطرق البحث إلى عتب بري على الحريري. بشكل أساسي أكيد اللقاء سيحصل بين الرئيس عون والرئيس بري، هذا الشيء مؤكد، وانضمام الرئيس الحريري لها اللقاء يعني وارد، لأنه خاصة عند البحث في الملفات العلاقة بموضوع إسرائيل شيء منطقي أن يكون رئيس الحكومة كمان حاضر على الحديث، خاصة أنه خلاصة هذا اللقاء ستكون يعني نوع من توجيهات إلى المجلس الأعلى للدفاع. ما في يعني أجندة محددة للاجتماع باستثناء قصة البلوك 9 بالجنوب، وطبعا موضوع الجدار اليوم اللي إسرائيل ناوية تبنيه، والملف الإسرائيلي بشكل أساسي. إنما طبعا بذات الوقت أكيد مفتوح اللقاء على البحث في أمور أخرى مطروحة على صعيد البلد. مصادر الجديد تؤكد أن المرسوم وضع على سكة التفاهم في إطار مخرج يرضي الطرفين ويتوافق مع القانون والدستور، وأن هجوم محطة الأوتيفي على الرئيس بري ليس مربوطا بتوجيهات من رئيس الجمهورية، إنما المحطة نطقت باسم التيار. وفي المقلب الآخر تؤكد المعلومات أن الرئيس بري كان شديد الغضب نتيجة أحداث ميرنا الشلوحي وجن على كل اللي حواليه. أهمية اللقاء اليوم بين الرئيسين مهمة أيضا على المستوى السياسي بعد أزمة المرسوم، ومؤخرا الأزمة المستجدة اللي هي ما قالوا عليها فيها رئيس الجمهورية، طبعا أزمة التيار وتنهار وحركة أمل، أهميته أيضا لتثبيت إذا بديك تهدئة البلد ونزع فتيل أي انفجار في الشارع. تغليب الحريري رغبة عون على التزامه مع بري عدم التوقيع على مرسوم ضباط 94 أشعل عتبا بين الرئاستين الثانية والثالثة، فهل من أوجد العتب يبدده؟ ما في شيء أحسن من اللقاء المباشر، بيكسر كثير من التباعد ومن الجفا. بحضور الرئيس عون رح يكون له مسعى برأيك لتبديد هيدا العتب؟ أكيد الرئيس عون سيلعب دور إيجابي، لأنه يعني هيك نفسيته وهيك استعداداته. اللقاء سيكون حكما إيجابيا، وخصوصا أن للرئيس بري وفق المصادر مصلحة في عدم استمرار هذه الأزمة، والدليل القرار المتخذ في عين التين القاضي بالتهدئة ومنع الفتنة وتوقيف كل الإجراءات التصعيدية. رواند أبو خزام، قناة الجديد.